الصحة والجمال، لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج عقلة ومجنونة. معكم النهاردة دكتور علاء محمد شلبي، ماجستير التغذية العلاجية. هنتكلم النهاردة زي ما وعدناكم عن موضوع مهم جدا، وهو التغذية في الرياضيين. ازاي نقدر نتحكم في التغذية في الرياضيين، او نخليها عامل مفيد من ضمن العوامل اللي تساعدنا في الرياضة، سواء كنا اشخاص بنمارس الرياضة دي كرياضة عادية او كهواية، او بنمارسها كاحتراف او مسابقات. عايزين نعرف الاول جسمنا بيوفر ازاي الطاقة للتمارين المختلفة او الانواع المختلفة من الرياضة في كل وقت بنبدأ نعمل فيه الرياضة دي. الاول واحنا قاعدين كده او في الحالات العادية، جسمنا بيبدأ يحرق طاقة من البروتين بنسبة 2-5% تقريبا عشان يوفرنا الطاقة بتاعتنا. بيحرق من النشويات او من النشا، الجلايكوجين اللي متخزن عندنا في العضلات وفي الكبد، بيحرق منه تقريبا 30% من الطاقة اللي احنا بنحرقها دلوقتي واحنا قاعدين واحنا نتفرج على التلفزيون. بيحرق من الدهون 60% تقريبا او اكتر في الاوقات العادية. طيب الوقت بقى اللي انا هبدأ امارس فيه رياضة، لو انا همارس رياضة هادية شوية، رياضة مشي مثلا، او هبذل مجهود قليل، المجهود ده مجهود ضعيف، مجهود العادي اللي احنا بنبذله في الشغل، ماشي خفيف، عجلة بالراحة كده، جنتل اكسرسايز، تمرين هادي كده خفيف، بيحرق فيه ازاي؟ نسبة البروتين ما بتتغيرش في الحرق، اللي هو من 2-5% تقريبا زي ما هي. نسبة النشويات في الحرق في الحالات دي بتزيد شوية، بتوصل لغاية 35 واحيانا بتوصل ل40 لو التمارين اعنف شوية. الحرق بتاع الدهون بيبدأ يقل عكس ما احنا متخيلين، لان الدهون فيها طاقة عالية قوي، وهي اللي تقدر توفر لنا طاقة بكمية عالية او بكمية كبيرة في الاوقات بتاعت التمارين. بس التمارين اللي احنا بنعملها على فترة صغيرة، او التمرين اللي فيه مجهود قليل، نسبة حرق الدهون فيه بتقل شوية كمان، بتوصل تقريبا لغاية 55 او 50 او اقل كمان من ده، اقل من اللي احنا بنحرقه في الاوقات اللي احنا قاعدين فيها. طب لو هعمل تمرين عنيف، لو هعمل مجهود قوي شوية، لو هعمل مجهود عالي قوي، المجهود العالي ده جسمي هيتعامل معاه بطريقتين. هل المجهود العالي ده انا هبذله لفترة قصيرة قوي، يعني انا هجري 100 متر واقف، ولا انا هبذل مجهود مش بالقوة بتاعت 100 متر، مش بتاع مثلا الماراثون، او مش بتاع السباق بتاع 100 متر، بس هكمل لفترة طويلة، هقعد ساعة ساعتين ثلاثة، اللي هو سباق مثلا مشي مسافات طويلة، او سباق جري مسافات طويلة. السباق 100 متر او السباحة مثلا لمسافات صغيرة محتاجة مجهود قوي جدا، بس هيطلع لفترة قصيرة. فالجسم بتاعي بيتعامل معاه ازاي، بيقدر يحرقه ازاي، او بيقدر يطلع له طاقة منين؟ الطاقة اللي بتطلع بتبقى قليلة جدا من البروتين، تقريبا بتوصل ل2% او اقل، بتبقى عالية قوي من النشويات، بتبقى عالية قوي من النشا اللي متخزن عندنا في العضلات وفي الكبد. تقريبا بيحرق لغاية 95% من الطاقة اللي احنا بنحتاجها في المجهود العنيف من النشا، او من الجلوكوز اللي موجود متخزن عندنا في العضلات وفي الكبد. بيحرق من الدهون اقل طبعا من الاوقات اللي احنا قاعدين فيها بكتير، او اقل من الاوقات اللي احنا مرتاحين فيها بكتير، بتقل تقريبا عن 10%، ممكن توصل لغاية 3% في بعض التمارين العنيفة، اللي هي مثلا جري 100 متر او اقل من كده كمسافة، بس باخد مجهود عنيف قوي. المجهود اللي انا ببذله في منتهى القوة في وقت قصير، في 7 ثواني، في 10 ثواني، حاجة زي كده. طيب لو انا هبذل مجهود عالي بس هبذله لفترة طويلة، لو انا هقسم المجهود العالي ده على وقت طويل او على فترة طويلة، ماشي مثلا ساعتين، سباق جري ساعتين ثلاثة، السباحين اللي بيعدوا مثلا مسافات طويلة من السباحة بيقعدوا فيها ساعات طويلة قوي، ازاي جسمي هيتعامل مع المجهود ده وكمية النشويات اللي عندي في الجسم بتاعي محدودة؟ ازاي هيقدر يجيب الطاقة دي كلها وهي معتمدة اساسا على نشويات او على نشا زي ما احنا قلنا؟
الجسم في الحالات دي بيحرق من 5 ل 8% بروتين، ودي نسبة عالية قوي بيحرقها بروتين الجسم في الوقت ده. ولو طالت المدة دي زيادة عن اللازم زي ما احنا قلنا قبل كده، لما بقعد فترة طويلة قوي من غير اكل، جسم بيبدأ ياخد من البروتين اللي موجود عندي في الجسم نسب عالية ويبدأ يكسرها عشان يوفر لي الطاقة. 5 ل 8% دي نسبة كبيرة مش قليلة ان انا اخدها من البروتين. لو مش متوفرة عندي في الجسم هبدأ اخدها من العضلات، هبدأ اخدها من مكونات رئيسية من مكونات الجسم. طيب النشويات بقى هيحرق منها كام؟ النشويات النسبة بتاعتها بتنزل عن 90%، ممكن تبقى 75-70% في المجهود اللي انا ببذله لفترة طويلة. المجهود ده ما بيبقاش طبعا بتاع المجهود اللي انا ببذله في 10 ثواني، او المجهود بتاع مثلا الجري العنيف لمدة 7 ثواني او 10 ثواني، بس نسبة النشويات بتقل فيه شوية لان المجهود بيبقى اقل شوية وبيحتاج فترة اطول. نسبة الدهون بتبقى من 15 ل 20%، ودي نسبة قليلة قوي عشان جسمي يعتمد عليها في الحرق او في كمصدر من مصادر الطاقة الرئيسية. الدهون فيها كمية سعرات حرارية عالية قوي، هي المخزون الرئيسي بتاعي من الطاقة بمعنى اصح يعني. لكن النشويات هي الحاجة السريعة اللي بتمدني بالطاقة في الحالات المفاجئة، زي ما احنا قلنا انا عايز اجري بسرعة 10 ثواني او 100 متر او 50 متر، اللي هيمدني بالطاقة بالسرعة دي مين؟ هي بتبقى النشويات او النشا اللي متخزن في جسمي. طيب كمية النشويات اللي متخزنة في جسمي دي قد ايه؟ تقدر توفر لي طاقة لمدة كام؟ عشان نبقى عارفين احنا قدراتنا ايه؟ هنقدر نحسن الحاجات دي ازاي؟ كمية النشويات المتخزنة في الجسم بتاعنا تقريبا بتبقى اقل من 2000 سعر حراري، اللي هو تقريبا حوالي 1400 سعر حراري بيتخزن في صورة نشا في العضلات بتاعت جسمي كلها. 420 او 320 ل 420 سعر حراري متخزن في الكبد في صورة برضو نشا. النشويات اللي بتبقى موجودة في الدورة الدموية هما تقريبا 80 او 70 سعر حراري على حسب كمية الجلوكوز اللي موجود. لما بنعمل تحليل سكر بيبان لنا السكر في الدم نسبته كام، بيتراوح من 70 ل 100 120 في الانسان الطبيعي. طيب في الانسان الرياضي هل النسب دي كفاية عشان تساعده ان هو يبذل رياضة؟ لا طبعا، بتبقى قليلة قوي. طب ازود النسب دي ازاي؟ انا محتاج ازود نسبة النشويات اللي جسمي بيخزنها لانها اسرع مصدر جسمي بيلجأ ليه كمصدر من الطاقة او كحاجة تمدني بالطاقة بسرعة. وغير ده وده ان هو الجلوكوز مهم جدا بالنسبة مثلا للعقل، بالنسبة للمخ، لانه ما بيحرقش غير الجلوكوز، عشان كده لازم يكون متوفر بنسب عالية باستمرار. الكبد نفس الكلام، بتهتم قوي بالجلوكوز كمصدر رئيسي ليها في التغذية، عشان كده ما ينفعش يقل. هزود الحاجات دي ازاي كشخص عايز اعمل رياضة او عايز ادخل في مسابقة او عايز اعمل تمرين يمدني بنسبة عالية للنشويات؟ العضلة العادية بتاعت الشخص العادي اللي مش رياضي كمية النشويات اللي متخزنة في 100 جرام منها تقريبا بتبقى 13 او اقل جرام في كل 100 جرام من العضلة. دي نسبة قليلة جدا ما تنفعش انها تمده بالطاقة ان هو يجري بسرعة عالية او ان هو يعمل مجهود عالي لفترة قصيرة او حتى لفترة طويلة. الشخص الرياضي العضلة بتاعته بتنمي قدرتها شوية ان هي تخزن. لو هو شخص رياضي بيمارسها كهواية او بيمارس تمارين عادية، تمارين هوائية لفترات كويسة، ممكن تزيد شوية قدرة العضلة انها تخزن. بتوصل في الشخص الرياضي او المحترف انها توصل لغاية 32 جرام في كل 100 جرام من العضلة بتاعت جسمنا متخزنة كنشويات، بحيث جسمه يبدأ يستهلكها كأسرع وسيلة من وسائل الطاقة او وسائل تمد جسمنا بالطاقة. طيب ممكن ازود كمان النسبة عن 32، ممكن ازود النسبة كمان اخلي العضلة تخزن اكتر من كده. عشان اخلي العضلة تخزن كمية اكبر من كده نشويات انا محتاج اعمل شوية ضغط في نسبة النشويات قبل التمرين. زمان كانوا بيقولوا ايه عشان ازود قدرة الناس الاولمبيين مثلا علشان يقدر ان هو يخزن كمية كبيرة او ان هو يخزن كمية نشويات كبيرة، لازم ابدأ معاه كنوع من انواع التغذية قبل التمرين او قبل المكان اللي فيه مسابقة ده باسبوع. ازاي؟ لازم
الثلاث ايام الاولانيين اللي هم قبل التمرين باسبوع ابدا احرمه خالص من النشويات، بحيث اقلل كل النشويات اللي متخزنه في الجسم بتاعه، واخليه يمارس الرياضه بتاعته بطريقه عنيفه او بطريقه قويه، بحيث يوصل المخزون عندي بتاع النشويات الى اقل ما يمكن، بحيث اوصل العضله او الجسم لحاله مجاعه بالنسبه للنشويات. احنا بنتكلم في الشخص الرياضي، عايزين ازاي نزود مخزون النشويات بالنسبه له، مش بنتكلم بالنسبه للشخص الطبيعي. طيب لما ده يحصل باجي بعد كده الثلاث ايام اللي قبل التمرين مباشره، وابدا ازود بالتدريج في كميه النشويات اللي موجوده في الاكل. بعد ما كنا مثلا حارمين ان احنا بنديله اقل من 10% من النشويات، طبعا احنا عارفين ان 10% ده قليل جدا وبيأثر على اعضاء حيويه كتير في الجسم، لان المفروض نسبه النشويات ما تقلش حتى في الدايت بتاعي لو انا عامل ريجيم عن 50%. طيب لما وصلوا ل 10% لمده 3 ايام، ده تقريبا بينهي تماما مخزون النشويات اللي موجود في الجسم، اللي موجود في العضلات واللي موجود في الكبد. الثلاث ايام اللي قبل التمرين مباشره ببدا ازود في كميه النشويات اللي موجوده في الاكل بتاعه لغايه ما توصل ل 70 75% اليوم اللي قبل التمرين. يوم التمرين يا ريت اوصلها ل 90% من كميه النشويات اللي موجوده في الاكل بتاعه. نطلع نشوف فقرة مورستان عندنا ثانية واحدة وهنجي لكم تاني ان شاء الله. اكلت وعدتها نجيبها من كل مكان في الدنيا، ادي عادة زي الفل وادي اكلة ست الكل، البس اشرب او كل العالم. اليوم بفرجيكم كيف تصنع سلسلة من خيار لتزيين السلطة. بتزمكم قطعة خيار مثل هيك تقريبا، بتفرغوها من الوسط طبعا، الوسط تضعوا بالسلطة ما بتلمو ابدا كتير طيب، وبتقطعوها لشرحات رقيقة. بيلزمكم 7 أو 8 شرحات لتعملوا سلسلة حلوة. هلا إذا لزمني بكفي قص، وهلا بدي أشبك الشرحات ببعضها لتكوين السلسلة. بقص وحدة من طرفها، بدخل فيها حلقة كاملة بدون مقصة، بقص وحدة تانية، وبدخلها برجع وبكفي. فيني اعمل سلسلة غير متناهية ان الناس بدها تاكل بدون ما تتلبك وتقصص. رح احاول اضيف وحدة بشكل عقل 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 ولا شكل من ده، شكل من اشكال ازاي اعمل سلطه او ازاي اقدم اكل بصوره كويسه، بحيث يبقى الاكل ده مش بس له طعم حلو، لا يبقى كمان له شكل حلو او يتقدم بطريقه كويسه، بحيث ان هو يساعدني ان انا اكل اكل صحي، او ان انا امشي على اسلوب حياه كويس، او اعدل شويه من اسلوب حياتي بدل ما اخد حاجات جاهزه اخد اكلات صحيه وكويسه. نكمل كلامنا عن ازاي ازود كميه النشويات اللي متخزنه في العضله. احنا قلنا قبل التمرين باسبوع بحرم الجسم من كميه النشويات اللي بياخدها في الايام العاديه، بقلل النشويات عن 10% لمده 3 ايام. الثلاث ايام اللي قبل التمرين مباشره ببدا ازود في كميه النشويات لغايه ما توصل ل 70%. اليوم اللي قبل التمرين بتوصل ل 90% مباشره، بحيث ازود
المخزون ده. طب المخزون ده ممكن يوصل لكام بعد، بدل ما قلنا 32 في الرياضي المحترف قبل المسابقة او قبل الجري المباشر، ممكن مثلا نسبة النشويات المتخزنة توصل ل 40% او 35% جرام لكل 100 جرام بالنسبة للعضلة. طيب هل الفترة دي اللي احنا بنعمل فيها حرمان من النشويات هي حاجة كويسة ان انا اوصل بيها الجسم المخزون نشويات عالي؟ لا طبعا دي مش حاجة كويسة. ان انا ابذل تمرين عالي او تمرين عنيف لمدة 3 ايام اللي هم اللي قبل المسابقة باسبوع واحرم من الرياضي ده من النشويات، ده بيضر حاجات كتير قوي عندي في الجسم، اهمها واللي يهم الرياضي ده العضلات نفسها. لما الجسم بتاعي ما بيلاقيش المصدر الكفاية للطاقة من النشويات بيبدأ يلجأ لحاجات تانية، بيبدأ يلجأ لكمية البروتين اللي موجودة عندي في جسمي سواء كانت في العضلة او كانت في اي حاجة تانية. طيب يبقى الثلاث ايام اللي احنا بنقلل فيهم ده اكتشفنا ان هم ملهمش لازمه، او اللازمه يعني الفايده اللي بترجع عليا منهم ضعيفه قوي او قليله شويه، فبالتالي احنا هنبقى في الثلاث ايام بس اللي قبل التمرين مباشره. الثلاث ايام دول عايزين نزود فيهم كميه النشويات لغايه ما توصل ل 70 او 90% من الاكل الاجمالي اللي بياخده الرياضي ده، بحيث المخزون بتاع العضله بتاعه يزيد من النشويات بحيث تمده بطاقه عاليه قوي وقت التمرين او تمده بطاقة فترة كويسة. فهنشوف دلوقتي فيديو، هنشوف فيديو دلوقتي موجود هنا. دي برضو صورة من برضو ازاي نقدم المكونات بتاعت السلطة او مكونات الاكل الصحي بصورة كويسة. دي صورة طماطمية مثلا لابسة نظارة، او الارنبيط، او الحاجات الصحية عموما اللي بتفيد جسمنا ازاي نقدمها بشكل مشهي بشكل صحي. ازاي احول مثلا الساندوتش العادي الى ساندوتش فيه كل العناصر الغذائية اللي انا محتاجها، بحط فيه كمية سلطة كفاية، كمية عناصر غذائية كفاية. حتى الفاكهة ممكن كويس قوي، يعني ممكن قوي ان انا اخلي الفاكهة شكلها في حد ذاته مشهي، شكلها حلو، شكلها يساعد الشخص ان هو ياكل كمية كويسة. العيش ازاي اخلي العيش او التوست اللي انا باكله في حاجة تشدني ان انا اكل كمية الياف كويسة او اخد عيش صحي، بدل ما انا بلجأ لاكل سريع او اكل بصورة مش صحية او في نسبة دسم عليه. دي برضو صورة تانية، دي صورة تانية برضو من صور ازاي ما اكلش حاجات فيها سعرات حرارية بكمية عالية، بس ازاي اخلي دايما الاكل بتاعي فيه نسبة خضار عالية. صورة برضو للفاكهة البرتقان ازاي اخليه ليه طعم كويس او في نسبة جمال في الشكل بتاعه، بحيث يساعد ان انا اخد منتجات صحية او منتجات كويسة. الحلويات برضو اللي المفروض ما نزودش منها في الرجيم لو احنا هناخد منها بالنسبة للرياضيين طبعا في الفترة اللي احنا قلنا عليها اللي هم الثلاث ايام اللي قبل التمرين، ممكن برضو اقدمها بصورة كويسة بحيث تشجع الرياضة ده ان هو ياكل منها كميات كفاية او يعتمد عليها كمصدر رئيسي للتغذية. البطيخ برضو نفس الكلام، في نسبة نشويات كويسة وفي نسبة سوائل عالية قوي، ودي برضو من اهم العناصر الغذائية اللي لازم اعتمد عليها في الرياضة، السوائل. العيش برضو في حاجات منه ممكن تبقى شكلها لذيذ بحيث تساعد ان انا ازود شوية كمية النشويات اللي الرياضة ده بياخدها واللي الرياضة ده بيقدر يستهلكها في الثلاث ايام اللي قبل التمرين مباشرة. طيب الثلاث ايام دول ما ينفعش امنع فيهم وجبه، او اجي مثلا على حد عايز يوصل لوزن مثالي او وزن قليل قبل التمرين او قبل المسابقه عشان يبقى الوزن بتاعه اقل 2 كيلو او اقل 5 كيلو وقت المسابقه. طبعا ده بيحرمه من فرص كتير جدا ان هو يقدر يؤدي الرياضة بشكل افضل، يقدر يدي مجهود اعلى، يقدر يدي تركيز اعلى. لما اجي قبل التمرين مباشرة واقلل في عناصر غذائية بالذات النشويات، انا بحرم الرياضي ده او بحرم الشخص ده من ان هو يجيب افضل حاجة عنده في الوقت اللي المفروض هو بيظهر فيه قدراته او بيبين فيه هو يقدر يدي قد ايه او يقدر يجري قد ايه او يقدر يدي مجهود قد ايه في الفترة دي. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي على الثلاث ايام، طب اكل
لغايه امتى قبل التمرين؟ هل ينفع مثلا اقعد اكل لغايه التمرين ما يبدا؟ طبعا ما ينفعش. طبعا المفروض الاكل بتاعي اخر وجبه باكلها، المفروض لو الوجبه دي فيها نسبه دسم بسيطه زي ما احنا قلنا، احنا بنزود النشويات قبل اي حاجه، بنزود كميه النشويات قوي، والبروتين بناخد بكميه معقوله، الدهون بقللها قوي، يا ريت الدهون تقل باقل من 10% قبل التمرين او اليوم اللي فيه المسابقه او التمرين اللي انا هعمله، التمرين العنيف بتاعي، يا ريت نسبه الدهون تقل عن 10% بالذات في اخر وجبه، وتبقى على الاقل 4 أو 6 ساعات قبل المسابقه. طيب لو هاخد وجبه فيها نسبه نشويات بس، لا، الوجبه اللي فيها نشويات بس او نسب بروتين قليله قوي ممكن اخدها لغايه 2 أو 3 ساعات كحد ادنى من التمرين. عايز ازود كمان القدره بتاعتي على الاداء اثناء التمرين، اعمل ايه؟ لازم نسبه سوائل عاليه جدا. طيب المخزون اللي عندي اللي احنا وصلناه لغايه 35 أو 40% جرام نشويات بالنسبه لكل 100 جرام عضله، ده هيكفيني قد ايه؟ لو احنا بنبذل مجهود لفتره قصيره اللي هم ال 10 ثواني او السبع ثواني دول، ما فيش مشكله خالص، عندي نشويات تكفيني طالما انا رياضي محترف او بمارس رياضه بقالي فتره، مش هيحصل لي اي مشاكل خالص. طبعا الناس اللي مش رياضيين او الناس اللي عايش حياه مرفهه ممكن يجي له شد عضلي لان ما عندوش القدره ان هو يحول النشويات بسرعه الجلوكوز ويبدا يستعملها في التمرين. طب لو هبذل تمرين لفتره طويله، الفتره الطويله دي هتبقى عده ساعات مثلا، انا عندي كميه جلايكوجين متخزنه في العضلات وفي الكبد تقريبا ممكن تكفيني 90-120 دقيقه كحد اقصى، ده بالنسبه للشخص الرياضي. لو حد عادي احنا بنقول له لما تيجي تعمل رجيم امشي على الاقل ساعه، لان كميه النشويات اللي متخزنه عنده تقريبا تكفيه ما يقرب من ساعه او اقل، فبالتالي جسمه بيبدا يحرق دهون في الفتره اللي بعد كده. طب لو انا ماراثون مثلا، هعمل سباق على 40 كيلو او 50 كيلو او اكتر في مسافات اكتر من كده، ازاي هجيب طاقه تكفيني ان انا امشي المسافه دي كلها؟ جسمي تقريبا محتاج حوالي لتر سوائل في كل ساعه من التمارين، اللي هو التمرين اللي انا باديه لفتره طويله او التمرين اللي محتاج مجهود زياده شويه لفتره طويله. اللتر سوائل ده محتاج معاه كمان تقريبا 25 جرام نشويات، 45 جرام نشويات مع لتر سوائل. المفروض ان انا طول ما انا بعمل تمرين او طول ما انا بتحرك في التمرين ده باخد النسبة العالية دي من النشويات ومن السوائل عشان اقدر ادي لجسمي القدرة ان هو يقدر يعمل الرياضة دي. طيب في احيانا بعض الرياضات مش هينفع اخد فيها سوائل اثناء التمرين، في بعض الرياضات اللي بتقعد لمسافه طويله قوي او بتقعد لوقت طويل قوي عادي 3 ساعات مفيش بديل للسوائل. هو ده الفرق ما بين الرياضي اللي بيعتمد على النشويات او على الجلايكوجين او النشا كمصدر رئيسي من مصادر الغذاء بتاعه او مصادر الحرق بتاعته اثناء التمرين، والرياضي اللي يقدر ان هو يزود كميه الدهون اللي بتتحرق اثناء التمرين. انا عندي كميه احنا قلنا نشويات من 1800 ل 2000 في الشخص العادي او الشخص اللي بيعمل رياضه عاديه، في الشخص طبعا الرياضي او المحترف هتزيد عن كده شويه، بس برضه مش كفايه في بعض انواع الرياضات انها تكفيه لساعات طويله او لفتره طويله. طب هيجيب الطاقه دي منين؟ هو محتاج ان هو يطلع 70% من الطاقه من النشويات، محتاج ان هو يطلع 30% او اقل من الدهون، البروتين بتوصل ل 5 او 8% من الطاقه اللي هو بيحرقها. الشخص ده كميه النشويات اللي موجوده هتخلص، هيبدا يحرق طاقه ازاي؟ هيوصل للاجهاد، مش هيقدر يكمل التمرين، وارد جدا يبدا يدخل في اصابات او في شد عضلي اثناء التمرين. مثلا لعيبه الكوره احيانا ممكن الماتش بتاع الكوره يوصل مثلا هيوصل لساعه وشويه او ساعه وربع، ازاي اللاعب ده يقدر يؤدي لو هو ما عندوش نسبة نشويات عالية؟ اللاعب ده يقدر يؤدي لو ما عندوش نسبة نشويات عالية لو هو قدرة جسمه على حرق الدهون عالية. احدث الابحاث قالت ان الرياضيين المحترفين عندهم قدرة انها تحرق دهون بتوصل ل 50% من الطاقة اللي هو بيستعملها، بالذات لو هو رياضي من الناس العدائين او الرياضيين اللي بتمشي مسافات طويلة او بتبذل مجهود وسطي او مجهود مش عالي قوي، مش هو المجهود اللي انا
بأديه لفترة قصيرة، ده مجهود عالي ان انا اجري مرة واحدة بأقصى قدرة عندي لمدة 10 ثواني. لا، الناس اللي بتبذل مجهود بيجري جري مثلا سريع او جري متوسط لمدة ساعتين، لمدة 3 ساعات او لمدة 4 ساعات، الناس دي لازم حرق الدهون بالنسبة لها تبقى كفاية. الشخص الرياضي اللي وزنه تقريبا 150 رطل او 70 كيلو، ممكن مخزون الطاقة من الدهون اللي عنده، لو هو عنده 12% من جسمه دهون تقريبا، يوصله 70,000 سعر حراري. ده كمية عالية جدا، ده مخزون عالي جدا من الطاقة. يبقى المخزون الرئيسي عندي من الطاقة يبقى موجود في صورة دهون. ازاي احسن قدرة جسمي ان هو يحرق دهون اثناء التمرين؟ ازاي اخلي الجسم بتاعي بياخد دهون بنسبة عالية؟ احنا بنقول للناس العادية لما تيجي تعمل رجيم، عشان جسمك يحرق الدهون لازم تبذل مجهود قليل بس لفترة طويلة قوي، عشان كمية النشا المتخزنة تقل، فبالتالي جسمه يبدأ يتعود ان هو يستهلك دهون. هي نفس الفكرة او نفس الخطة، ان انا ازود استهلاك الشخص الرياضي من الدهون. ازاي اخليه يحرق دهون بنسبة عالية؟ ببدأ اخلي الشخص ده يمارس رياضة بمجهود قليل او مجهود ضعيف لفترة طويلة قوي، ممكن تعدي 7 ساعات او 8 ساعات، بحيث اعود جسمه ان هو يعتمد على مصادر تانية من مصادر الحرق غير النشويات. طبعا ما ينفعش يوقف حرق النشويات، ما ان النشويات ده المصدر السريع او المصدر اللي بينقذني دايما في المواقف العادية عشان يحرق كتير. معانا فقرة نشوفها عن كيفية ازاي ان احنا نبعد الذباب عن المشروبات عن الاكلات بتاعتنا، ان شاء الله نشوفها دلوقتي. شايفين امامي في كوب مي، بدي احضر شاي، ضيف السكر. مين ما بيحب الشاي؟ اغلبنا نشرب الشاي سواء عند الصباح او مع الاكل. اغلبنا عندما نغمس ظرف الشاي ما ننتبه للفتحة الموجودة بالوسط، لما تدخلوا الملعب بالفتحة خلال تحريك السكر بيحرك الظرف بفعالية أكثر، بيتحلل الشاي بشكل أسرع بدلا من تغميس الظرف والانتظار لحظات أبدية حتى يتحلل. كتير قاسي، كتير صعب إني أغمسها، بينما إذا بحرك صعودا نزولا تنغرس بسهولة. عندي ظرف من الماستيكا اللي تستخدم للحلويات العربية، معظم الناس بدقوها بجرن وهالشي منو عملي، لأنه أولا الجرن مهما جرنيه إذا كان مدقوق في توم أو بهارات ممكن طعمها يلوث الماستيكا وينزع كل الحلو اللي عم نحضره. ثانيا بيطلع علينا جلي مدقة وجرن لسبب تافه. بكل بساطة بتتركوا الماستيكا بظرفة وبتدقوها بالشاكوش، بتوضعوا قطعة من السيليكون لامتصاص الصدمة، هالشي بيخفض الدرجة وبيثبت الظرف بمكانه، وبتدقوا الماستيكا فوق الظرف حتى تنعم كليا. عندي اكواب كلنا بنعرفها مصممة بشكل تحفظ البرودة لمدة طويلة، اغطيتها فيها ثقوب لأدخال كسترة، كتير عملية بس مشكلتها في حال ما عاد بدنا نكفي شرب العصير أو إذا بدنا نعبيها عصير طبيعي من المنزل نخرج بنزهة أو لمكان العمل أو حتى نبعتها مع الأولاد على المدرسة. مستحيل العصير بينسكب من الثقب اللي بالغطا، بس في حل فعال جدا هو استخدام كيس ساندويتش. كيس بسيط مثل هذا تماما، بتستخدمه طبقة واحدة منه، لنفرض اني بدي اصنع عصير.
تحصيل طبيعي هيدا. الكوب ما بدي اشربه فورا، بدي اشربه بعدين لما نوصل على المكان اللي رايح له. فبوضع طبقة من كيس الساندويتش اللي قصيته، بوضع فوقها الكوب، بغطيه باحكام فبشكل طبقة عازلة تمنع تسرب العصير، بتمكنني من نقل الكوب بأمان وين ما بروح. وسعت روشة وشقية أكلت وعدتها نجيبها. طبعا دي طرق بسيطة علشان أحافظ بيها على الأكل، بحيث إن أنا أقدر أخد سناكس كل فترة، بحيث ما أقعدش فترة طويلة من غير ما أخد وجبة أو من غير ما أخد حاجة تساعد جسمي إن هو يكمل الشغل بتاعه أو الرياضة بتاعته بطريقة سليمة. إحنا قلنا إزاي نزود الكمية النشويات اللي متخزنة في الجسم، إزاي نحول الرياضي ده لرياضي بيعتمد على الدهون. طبعا بعد التمرين المفروض إن أنا باخد نسبة بروتين عالية، ما باخدش نسبة نشويات لمدة ساعة على الأقل، غير حاجات بسيطة قوي أو كميات قليلة قوي. الحلقة طبعا مش كفاية عشان نكمل كل الكلام عن الرياضة أو الفرق ما بين الرياضة والإجهاد. إن شاء الله نشوفكم في لقاءات تانية من برنامج عقلة ومجنونة. كان معاكم دكتور علاء محمد شلبي، ماجستير التغذية العلاجية. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.